نقدم لكم متابعي كرة القدم في كل مكان ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون التي تقام بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة مساء السبت 7 أبريل 2018، ويستضيف ملعب جوديسون بارك مساء السبت مباراة نارية وديربي قوي بين فريقي إيفرتون صاحب الأرض والجمهور ونظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. ويعتبر هذا الديربي من الديربيات المعروفة على مستوى العالم والذي ينتظرها كثير من عشاق السحر المستديرة كل عام، فمباريات الفريقين دائما ما تحمل الإثارة والتشويق والندية الكبيرة. أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم فتنقل البث المباشر للمباراة قناة إدمان أذربيجان من أذربيجان، وتردد قناة إدمان أذربيجان المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم القمر الصناعي يوروب ستار 1 الاتجاه 45 شرقا، التردد 11175، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل خطأ 5/6، التشفير مفتوح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.